ذكرى 62 لعيد التلفزيون العربي السوري، بحب عايد جميع الزملاء الإعلاميين العاملين بالإعلام الوطني. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله دائما التميز والعطاء لكم. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير لكل العاملين بالهيئة العامة لإذاعة التلفزيون، كل الإعلام الوطني على مساحة امتداد سوريا، كل عام وهن بألف خير يا رب، إن شاء الله دائما وأبدا إلى مزيد من التطور والعمل اللي بيخدم المؤسسة الإعلامية بشكل كبير. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد التلفزيون، وإن شاء الله بتمنى التطور والنجاح للتلفزيون. من عايد كل العاملين بالتلفزيون بالهيئة العامة للإذاعة التلفزيون والإعلاميين، وإن شاء الله إلى مزيد من التطور والعمل وتأديد الرسالة الموكولة إلنا، وكل عام وكل عامل بالإعلام الوطني بألف خير. كل عام والتلفزيون العربي السوري بألف خير. التلفزيون العربي السوري كان المقاتل الأبرز المساند للجيش العربي السوري، هو وكل كوادره، والرسالة التي كان يقدمها هي رسالة الحق ورسالة الحقيقة ورسالة الصدق في الميدان والصدق في العمل والإخلاص. كانت عناصر التلفزيون العربي السوري في مواجهة الرصاص في كل مكان، في مواجهة الأخطاء، في مواجهة التضليل الإعلامي. الحقيقة يستحق اليوم التلفزيون العربي السوري في عيدي تاج الحق والحقيقة والبطولة، ونقول له كل عام وأنت في نصر، وكل عام وأنت في مصداقية وحق. نحيي الكادر الإعلامي والطاقم الإعلامي في التلفزيون العربي السوري الذي كان واقفا جنبا بجانب الجيش العربي السوري حتى في خطوط الدفاع الأول، واجه كثير من هؤلاء الإعلاميين من خطورات وإصابات، وكان هدفهم نقل الحقيقة. مبارك للتلفزيون العربي السوري، الصوت والصورة الحرة التي تنقل الواقع كما هو دون تزييف دون تشويه للحقائق. وقفة التلفزيون العربي السوري منذ القديم ولا زالت مع المواقف الوطنية، مع النقد الذاتي، مع توضيح الصورة للقاصي والداني، وفي على المستوى المحلي والمستوى الخارجي. نحن في محافظة الحسكة نقول للتلفزيون العربي السوري كل عام وهم بخير، وسوريا وشعب سوريا بألف خير، والنصر قريب إن شاء الله. نحن منفتخر بالإعلام السوري وبالتلفزيون العربي السوري وبالشباب القائمين على كادر الحلو، شباب المستقبل اللي نحن كلنا بدنا نبني سوريا وبدنا نعيد سوريا على السكة اللي كانت عليها. عام وانتم بخير، والتلفزيون العربي السوري بألف خير، والفضائية السورية وكل القنوات السورية كلياتها بألف خير. وكل عام وانتم بألف خير، أسرة التلفزيون السوري وكادر العمل بالتلفزيون السوري المتميز بمواتبعته لهموم المواطنين. ونحن يمكن كل عام وانتم بألف خير، ومن دمشق هنا القاهرة وهنا كل العواصم العربية، دمشق العروبة، التلفزيون السوري، تحية كبيرة إلى العاملين وكل عام وانتم بخير. مشكور كثير على جهودي المبذولة، مش حبقصر نهائيا، ولكم نحن بنشوف جولاتهم بالطرقان، أسئلتهم كذا، مش مقصرين. الله يعطينا ألف عافية وتنعادوا عليها بالصحة والسلام إن شاء الله. التلفزيون الرسمي طبعا العربي السوري من عايده كل سنة وانتم بألف خير يا رب، تنعادوا عليها بالصحة والسلامة، وعلى قائد الوطن بالصحة والسلامة، ولكل السوريين، ونتمنى يرجع الأمن والأمان.